السلام عليكم ورحمة الله البنات، كي دايرين؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم تحلية بالفراولة اللي كتجي رائعة جدا وسهلة بدون جيلاتين. فبالنسبة للمكونات، هنايا عندي نصف لتر من الحليب، وعندي كذلك 3 ملاعق من السكر، و3 ملاعق من مايزينا او النشا، وعندي كذلك هنايا فانيلا السائلة. يمكن لكم تستعملوا الفانيلا السكر. فهنايا غادي ناخد هاد الكسرونه وغادي نحط فيه الحليب، وغادي نزيد عليه كذلك السكر. غادي نخلطوا جميع المكونات في الكسرونه وعاد غادي نحطوهم فوق النار، وغادي نضيف هنايا قطرات من الفاني. وغنزيد عليهم المايزينا، وغادي نخلطوهم مزيان باش ما يتكوروش لينا، وغادي نحطوهم فوق النار حتى يعقد لينا الخليط مزيان. فهنايا بعد ما تقال لينا الخليط كيجي بحال هذا الشكل، خديت هاد الكؤوس وغادي نكبوا فيه الخليط اللي حضرنا، كيجي بحال هاد القوام، ماشي ثقيل بزاف. وغادي ندخلوهم للثلاجة يبردو، ومن بعد غادي نتلاقاو باش غادي نحضروا الفريز اللي غادي نرافقوه مع التحليه. فبما انه موسم ديال الفريز، فعلاش ما غاديش نستغلوا الفرصه ونحضروا به التحليه، اولا نحضروا به لي طارت، اولا نحضروا به اشياء كثيره. فهنايا اليوم كان عندي الفريز بالزايد وقلت علاش ما غاديش نحضر به التحليه. فهنايا التحليه من بعد ما بردت لينا مزيان وشدت راسها، عندي هنايا الفريز اللي غادي نقيه وغادي نقطعو طريفات صغار بحال هذا الشكل، وغادي نضيف عليه حوالي 3 معالق كبار من السكر باش غادي نلدو الفريز ونحصلو على الفريز اللي يكون معسل. فهنايا غادي نخلطو السكر مع الفريز، وغادي نغطيه بكيس بلاستيك غذائي، وغادي ندخلو للثلاجة حتى يذوب لينا السكر تماما. كيجي بحال هذا الشكل. هذا بعد ما حصلنا على فراولة معسلة، غادي نضيفوها على التحلية اللي تكون باردة تماما على هذا الشكل. بالنسبه للطبقه الاخيره اللي غادي نحضروها، فهنايا عندي كاس ديال الماء، وعندي فلان فراوله، هنايا خديت ديال 5 دراهم الكبير، غادي نكبو في الكسرونه وغنزيدو عليه كاس ديال الماء، وغادي نخلطوهم مزيان. هنايا غادي نضيف معاهم ملعقه من السكر، فهنايا السكر كيبقى على حسب الذوق،
لأن الفلان فيه السكر. من بعد ما حصلت على هذا الخليط ديال الفلان غادي نكبوه من فوق التحليه اللي حضرنا بعد ما بردت مزيان على هذا الشكل، وغادي نتلاقاو باش غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال التحليه اللي حضرتها معكم. فهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه اللي حضرتها معكم، فكتجي صراحه لذيذه بزاف وكتجي في الشكل راقيه. أتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم، وكنضرب لكم موعد إلى فيديو قادم إن شاء الله، وإلى اللقاء.